طيب يا جماعة، الآن من الواضح جدا أنه إحنا بحاجة إلى مزيد أو بناء مزيد من الفهم عن استراتيجيات الموارد البشرية وعن خصائصها. نيجي نشوف الجند المخلص. طبعا اتذكروا معي اللي هو ممارسات الموارد البشرية. الآن بدنا نربط ما بين الاستراتيجيات، كل واحدة من الاستراتيجيات الأربعة هذول، وما بين اللي هو ممارسات الموارد البشرية. ما بين الاستراتيجيات هذول وما بين ممارسات الموارد البشرية. عندي ممارسات الموارد البشرية الشهيرة اللي أنا قبل شوي حكيت لكم فيها: تعيين واستبقاء، تصميم الوظائف، استقطاب، مسار وظيفي، تدريب وتطوير، تعويضات مالية ورواتب وأجور وقصص زي هيك. نيجي نشوف الاستراتيجية الأولى، استراتيجية الجند المخلص اللي بيكون فيها توجه الشركة نحو التوجه العمالي الداخلي مع قيادة التكلفة في المنافسة. بقول لي أول حاجة في التعيين والاستبقاء، إيش هذول بركزوا الناس اللي عندهم استراتيجية الجند المخلص؟ يتم تعيين الموظفين المخلصين الذين يفعلون ما تطلبه الشركة منهم والاحتفاظ بهم. هذول الناس اللي أنا بجيبهم بدي إياه يكون معاي مخلص ويضل مستمر معاي لفترة طويلة من الزمن، وهذه النظرة حتأثر على باقي الممارسات. طيب هذا الشخص المخلص اللي بده يحتفظ فيه في لفترة طويلة من الزمن، كيف الوظيفة اللي حيمارسها هاي؟ إيش طبيعة الوظيفة اللي حيمارسها؟ بيقول لي الوظيفة هنا بتم تصميمها على شكل وظيفة واسعة المهام، واسعة الأدوار ومتنوعة المهام. إيش يعني؟ يعني هذا الشخص اللي جاييني وتستمر معي لفترة طويلة، بخلي مهامه الوظيفية متنوعة، بيقدر يقوم بأكثر من شغلة، تمام؟ والدور اللي بقوم فيه واسع، بمعنى عنده كثير مهام والمهام متنوعة عشان ما يزهقش، لأنه فترة طويلة من الزمن حيستمر معي. طيب بالنسبة للاستقطاب، بستقطب مين عشان يشتغل معي وفق هذه الاستراتيجية؟ بيقول لي بستقطب الأشخاص وبعينهم لأنهم منسجمين مع مين؟ مع ثقافة المؤسسة. وبسبب وانسجامهم طبعا مع ثقافة المؤسسة بخليهم يقوموا بدور الجند المخلص. يعني هذول الناس قد ما تصير في المؤسسة إشكاليات وقد ما يتعرضوا لمشاكل حيظلوا مستمرين معي، جنود مخلصين بيعملوا اللي بدي إياه، تمام؟ وعلاقتي معهم مستمرة. طب المسار الوظيفي، يقول لي أنا في حالة هذول الناس وفق هذه الاستراتيجية يتم بذل الجهود لتلبية احتياجات الموظفين وبناء رابطة قوية تقلل من احتمالية دوران الموظفين. ما بديش يغادرني، وبالتالي بأبني معاه علاقة، وزي ما حنشوف كمان شوية بعطيه فلوس أو منافع ورواتب وخدمات اللي تخليه يستمر معاي، تمام؟ طيب التدريب والتطوير، ما دام بده يستمر معي بدي استثمر فيه. اذا تقوم المنظمات بتوظيف الاشخاص في وقت مبكر من حياتهم المهنيه، يكون لسه خريجين جدد او صغار في السن، وتزويدهم بتدريب مكثف في عدد من المهارات المختلفه. ليه؟ لانه هذا وظيفته زي ما قلنا تحتوي على مهارات عديده او مهام عديده متنوعه، وبالتالي بدي ادرب واتعب عليه. ليش تدرب واتعب عليه في مهارات عديدة؟ لأن وظيفته متنوعة المهارات، ودور الوظيفي مركب من أكثر من شغلة، وفي نفس الوقت بدي يستمر لفترة طويلة، إذا الاستثمار فيه يعني مناسب، تمام؟ طب الترقيات، الترقيات كيف بتصير هنا؟ غالبا ما تتضمن الوظائف عددا من المناصب المختلفة جدا. يعني هذا الشخص اللي بيجي عندي بهذا المنطق بيكون أكثر من وظيفة شغلها في المؤسسة، لأنه زي ما قلنا مهاراته عديدة. مع الترقيات التي يتم إجراؤها غالبا في مناصب لا ترتبط ارتباطا وثيقا بمين؟ لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالخبرات السابقة، دائما في عنده عمل جديد،
تقييم الأداء كيف بقيمه هذا؟ يتم تصميم تقييم الأداء لتسهيل التعاون بدلا من المنافسة. هذول الناس اللي عندي اللي معينهم على هذا الأساس بدي إياهم يضلوا متعاونين. في تنافس قليل لكن التعاون هو الأساس. ليش؟ لأنه هذا لو سولجر لازم يسمع ويطيع. طب التعويضات والحوافز، تشمل التعويضات حوافز ومزايا طويلة الأجل، وغالبا ما ترتبط بالأداء العام للمؤسسة. إذا كان أداء المؤسسة ممتاز حتى ممكن يوزعوا جزء من الأرباح على الموظفين. تمام؟ إذا زي ما أنتم شايفين الجند المخلص، هذا استراتيجية الجند المخلص اللي بتتبعها حتأثر على ممارساته في التعيين والاستقطاب، حتأثر على تصميمه للوظائف، حتأثر على بناء المسار الوظيفي للموظفين، على التدريب والتطوير والترقيات وتقييم الأداء والتعويضات والحوافز. فاللي بده يتبع هذه الاستراتيجية بجيب ناس زي بالضبط زي الجنود الحقيقيين اللي هم تابعين للدولة، وزي موظفين الحكومة، تمام؟ وزي الموظفين في بعض الشركات، كلهم تقريبا بيتبعوا هذه الاستراتيجية في عملهم. طيب قول لي، طيب الاستراتيجية الثانية، ما هي الاستراتيجية الثانية؟ العمال المساومون. هذول الناس خدوا دكتور بالكم. نعم تفضل. دكتور، بس في نقطة التعيين في الجندي المخلص، تفضل لو ترجع لي شوي بس نقطة. أي أول نقطة هذه، يتم التعيين الموظفين المخلصين الذين يفعلون ما تطلبه الشركة يتم تعيين الموظفين الذين يفعلون ما تطلبه الشركة منهم، هذه قبل صنع قبل صنع الموظف أو بعد صنع الموظف دكتور تتكلم؟ كيف يعني؟ يعني الحين إذا مثلاً بعين موظف مخلص، فكيف أعرف إخلاصه وكيف أعرف ما تقوم الشركة منه والاحتفاظ به؟ هذه إجراءات ثانية. الآن لما تيجي تعين موظف، أنت بتعينه اعتقاداً منك حسب الموجود عندك وحسب ثقافته، ولكنه منسجم مع عمل المنظمة وأنه حيكون مخلص، بتعطيه فرصة حسب خبرات السابقة تقصد؟ لا، ممكن يكون خريج جديد انت، لكن من خلال المقابلات والاختبارات تستشف مبدئيا انه بينفع معك، لكن بعد هيك زي ما انت عارف كل موظف له فتره تجربه وفتره اختبار ببين منها انه بينفع معك يكون مخلص ولا لا. اذا بيخلص وبضله ماشي، هذا الاخلاص بيجيش من يوم وليله، يعني هذا بده فتره طويله من الزمن عشان يصير مخلص. يعني عشان كذي يقول لك ان الاخلاص يعني صفه يحتاج لفتره تقريب كبيره عشان انت تعرف الموظف المخلص. نعم، احنا نتحدثش هنا ممارسات الموارد البشريه مش وليده يوم وسنه، ممارسات هذه مستمره مع المؤسسه. شكرا دكتور. طيب حياك الله، يسلمك، الله يبارك فيك. طيب نروح الان عمين على العمال المساومون. لو انا استراتيجيتي العمال المساومون، طيب شوف التعيين والاستبقاء هذول ايش بيعني بالنسبه للعمال المساومون. التعيين والاستبقاء ينصب تركيز هذه الاستراتيجية على الحصول على موظفين لا يطالبون بأجور عالية. اللي بتعينه هذا يكون يضل معاي، يطالبش بأجر عالي. الآن لحالكم هتعرفوا من اللي جاي بينطبق على مين هذا الكلام. تصميم الوظائف، تعمل المنظمات التي لديها هذا التصميم استراتيجية الموارد البشرية بحيث يمكن للمديرين التحكم في جهود الموظفين وتوجيهها والرقابة عليها بشكل محكم. طب الاستقطاب، يتم إعطاء كل موظف مهام محددة بوضوح يمكن تعلمها بسهولة، وبالتالي يتم استقطاب الأشخاص وتوظيفهم لأداء مهام بسيطة لا تتطلب مهارات متطورة بشكل واضح. اللي جايين هذا بدي شيء يكون خبير، ولا بده يكون بيعرف في التكنولوجي ولا اي شيء، مهام بسيطه ما بتتطلبش مهارات متطوره. طب المسار الوظيفي، خدوا بالكم توجه الشركه هنا توجه خارجي، اذا يتم إلغاء القليل من الاهتمام
لتلبية احتياجات طويلة الأجل للموظفين، لأن أنا مش جايبه عشان يستمر عندي بشكل كبير جدا. لا توفر المنظمات التي تعتمد استراتيجية الموارد البشرية هذه وظائف ذات مسارات واضحة للترقية والتقدم، لا، هذول بنتفعوا من الناس بأجور بسيطة وبأعمال بسيطة. طيب كيف يقيم الأداء؟ يركز تقييم الأداء على التغذية الراجعة اليومية، كل يوم وكل ساعة بشوف كيف أداؤه، تمام؟ ما فيش مقاييس رسمية للأداء، يعني حسب يوم بيوم. تدريب والتطوير، يقتصر التدريب في الغالب على التقنيات المرغوبة والمستخدمة أثناء العمل التي تعلم طرقاً محددة لإكمال مهام معينة. طب التعويضات والحوافز، غالباً ما يعتمد التعويض على ساعات العمل، بهذا بيشتغلوا بالساعة يعني وباليوم، وتكون الفوائد والحوافز طويلة الأجل إيه؟ ضئيلة أو معدومة حتى، تمام؟ إذن هذه استراتيجية مين؟ العمال المساومون. مين بتنطبق على عمله؟ هذا أكثر حاجة لاستراتيجية العمال المساومون حسب الوصف اللي اطلعنا عليه قبل شوية. هذا كثير عندكم يعني، هذه الاستراتيجية مستخدمة من قبل كثير من الأماكن في عمان وفي الخليج. شركات السيارات دكتور تستأجر مجموعة من العمالة وتشغلهم فترة زمنية معينة وبنتنتهي من العمل خلاص. طيب وفي أبسط منها علي، إيش هي؟ محلات الكرك. دكتور نستخدمهم في النخيل. المزارع، كل الحاجات عندكم اللو ليفل، التنظيف والقصص هذه كلها معتمدة عندكم على الاستراتيجية. بيجيب العامل، إيش بربطك بينك وبين العامل؟ ولا حاجة. إيش بقوم هو؟ أعمال بسيطة. بتعطيه فلوس كتير؟ لا، هذه الاستراتيجية تنطبق تماما على الوضع القائم. يعني بجيب العقود المؤقتة دكتور، العقود المؤقتة بالذات مع العمال الأجانب هذول اللي تكلفتهم قليلة، زي عمال البيوت، أعمال مفهومة وبسيطة مش معقدة وبتحتاجش يعني تفكير كبير جدا. حتى لو كان الشخص مش عارف، بعمل له تدريب بسيط بفهمه كيف يشتغل وانتهينا من القصة. هل في علاقة طويلة الأمد معاه؟ غالبا لا. وقت ما بدي بقول له الله يسهل عليك من غير أي يعني تفاصيل أخرى. هل هذا الشخص يعني أنا بدي أدربه وأتعب عليه في التدريب؟ لا لا، ما بديش أدرب، بس عقد ما يفهم شغلاناته اللي بده يقوم فيها، تمام؟ هذا بيستخدموه في المطاعم تبعوت الوجبات السريعة، حتى في أوروبا وأمريكا ماكدونالدز وكي اف سي وكوستا وهدول بيشتغلوا معاهم نفس المنطق، حتى بيشتغلوا فيها طلاب الجامعات غالبا. يعني بيجي الطالب بيقول لهم بدي اشتغل، بيقولوا له انت في نهاية الاسبوع، شغلوه في نهاية الاسبوع مثلا 20 ساعة بالساعة. طب العمل معقد؟ لا مش معقد، قهوة وشاي ونسكافيه وخدمة بسيطة. وبالتالي هذه الاستراتيجية تستخدم مع العمالة المؤقتة، العمالة اللي الوظيفة اللي بتيجي عليها ليست معقدة، وظيفة بسيطة، عندما تكون الشركة لا ترغب في استبقاء الموظف مدى الحياة معها أو لفترة طويلة، ولا ترغب في الاستثمار فيه لفترة طويلة وهكذا، تمام؟ يعني دكتور على سبيل المثال مثلا في المزارع، هذه شبه بفكرة لما بعض الشركات تقوم بتغليف بعض الخضروات على سبيل المثال، هذه الوظائف تندرج مثل اللي ينتقي اللي هي الخضروات الفاسدة قبل التغليف بثواني. يعني هذه نعم. يعني مش ما تحتاج خبرة، ما تحتاج شيء، انت فقط دورك لما يجيك الصندوق صبر. اذا شفت اي واحدة فاسدة بس طلعها الله يرضى عليك وروح عدي الصندوق. مهارات بسيطة ووظيفة بسيطة، مش قصة يعني مش معقدة، اي واحد بجيبه بخلص لي اياها وبمشي. واضح دكتور؟ واضح دكتور. تفضل. الشركات التقنية العالمية تفتح الحين فروع في الهند بسبب انهم لا يطالبون بأجور عالية، هل ينطبق عليهم نفس الوصف العمال المساومون؟ هو شوف بدي اقول لك حاجة، الان بالنسبة لهم هذول الناس اللي بيشتغلوا في الهند عمال الهاي تك وهيك، بنطبقش عليهم هذا الكلام بشكل حرفي. ليش؟ لانه هذول الناس خبراء اللي انت بتجيبهم وبتستثمر فيهم وبتدربهم على لغات برمجة محددة
وبتبني معهم علاقة طويلة الأمد. فكثير من الشغلات والخصائص اللي في هذه الجزئية بتنطبقش عليهم، تقدرش تقول إنها بتنطبق عليهم، لكن بتنطبق على الأعمال البسيطة زي محلات الوجبات السريعة، شركات التنظيف. أي مثلا عندنا شركة، يعني أنا اللي في الجامعة الحين 3 سنين، مرتين أو ثلاثة شفت بعض موظفين النظافة تغيروا، خلصوا شغلهم وروحوا على بلدانهم وأجا غيرهم. يعني عمالة بتكلفش كثير، وظائف مفهومة ما فيش فيها تعقيدات، بدها مهارات بسيطة، ما فيش ببنيش علاقات طويلة الأمد معاه، بخلص شغلاناته بقول الله يسهل عليك والسلام وانتهينا. أما بالنسبة للهاي تيك لا، اليوم هدول بشكله عنصر أساسي في المنافسة، واللي هو اكتساب الشركة لأشياء يعني جيدة في تعزيز قدرتها على المنافسة. فبنطبقش عليهم هذا الكلام بالضبط يعني. شكرا. طيب ننتقل لامين للخبير الملتزم. تمام، بقول الثالثة هاي خبير ملتزم. لو رحنا رجعنا على الشكل اللي رسمناه، شايفين الخبير الملتزم وين؟ بدينا في التمايز الآن. الشركة اللي بدها تروح باتجاه الخبير الملتزم أو الخبراء المساومون، هذه شركة بتدورش على التكلفة، بتدور على مين؟ على التمايز. يعني بدها اللي يجيها عقله يكون ايه، منفتح، بجرب وبدور الامور في عقله وبحاول يجد اشياء مختلفة. تمام، لكن خذوا بالكم، واحدة من الشركات، هما التنتين تمايز ماشيين، لكن واحدة عندها توجه عمالي داخلي، علاقات يعني طويلة الامد، واحدة عندها توجه عمالي خارجي. نشوف الخبير الملتزم ايش الخصائص اللي بتنطبق عليه. اول حاجة التعيين والاستبقاء زي ما تعودنا. الهدف الاساسي من هذه الاستراتيجية هو توظيف واستبقاء الموظفين المتخصصين في اداء مهام معينة. خبراء، مش قلت عنهم خبيرنا؟ معناته هذا الشخص جايبه انا مش يشتغل عندي كل شيء، تمام، وملتزم معي، لكنه بديش يشتغل كل شيء، هذا خبير، هذا بده يتخصص في شيء معين. زي طبيب، أنا جايبه أخصائي مثلا، أخصائي جراحة مناظير. زي مثلا مدرس جامعة، جايبه أنا أخصائي خاص بكذا أو كذا وهكذا. فهذول الناس اللي أنا بجيبهم، تمام، بشغلهم لأنهم خبراء، لأنهم متخصصين في أداء مهام معينة. طيب الوظيفة تبعته اللي بتشتغل فيها هاي، تعمل المنظمات التي تستخدم تصميم هذه الوظيفة، هذه الاستراتيجية، بحيث تتمتع الموظفين بقدر كبير من الحرية للابتكار وتحسين طرق إكمال المهام. يعني بصممش له الوظيفة كل حاجة فيها محكمة ويجب أنه يتبع الإجراءات والتعليمات بشكل صارم، بقتل الإبداع عنده. لا، أنا بجيبه هذا، بصمم الوظيفة بطريقة تسمح له بالارتجال واختيار الأساليب اللي بتتناسب معاه. المهم ينجز الأعمال بالطريقة الممتازة. طيب الاستقطاب، يتم استقطاب الأشخاص وتوظيفهم بسبب إمكانية ملائمتهم لمين؟ لثقافة المنظمة. ليش؟ لأنه ملتزم، زي قصة مين؟ المخلص. فهذا بتلائم مع مين؟ مع ثقافة المنظمة. لكن لأنه خبير كمان بجيبه وبشغله لأنه قدراته بتتلائم مع متطلبات الوظيفة. إذن هدف الاستقطاب الأشخاص هدول بجيبهم على أساس أنهم بتلائم مع ثقافة المنظمة ومتطلبات الوظيفة في نفس اللحظة، لأنه خبير وملتزم. المسار الوظيفي، تقوم هذه المنظمات بتوظيف الأشخاص في وقت مبكر من حياتهم المهنية وتدريبهم، بتتعب عليهم ليكونوا مين؟ خبراء في مجالات محددة مثل المحاسب أو المبيعات أو التصميم أو حاجة زي هيك. إذن بفرق عن الاستراتيجيات الأخرى، هذا أنا جايبه بده يستمر معي لفترة طويلة، لكن بدربه مش على مهارات عامة فقط ولا على وظائف واسعة ومتعددة، لا، هذا بدربه على مهارات محددة.
مهارات تصلح أنه يصير خبير بالفعل في أحد مجالات عمل المؤسسة. كيف بقيم أداؤه؟ يتم تصميم تقييمات الأداء لتحقيق التوازن بين التعاون والمنافسة. هذا بديش إياه بس يكون متعاون، بدي إياه يكون منافس. ليش؟ لأن الإبداع والابتكار جزء منه منافسة. لو أنا قلت له تعاون في كل شيء ممكن يحبط، لأنه الناس المبتكرين دائما بحب يعبر عن رأيه ويعبر عن ذاته ويعبر عن قدراته، وبالتالي لازم يكون عنده نوع من المنافسة. ترقيات تشمل وظائف، عموما العديد من الترقيات في وظائف مماثلة مع زيادة المسؤولية في نفس يعني المجال، بترقى هذا الشخص لأنه خبير ولأنه تدرب أنه يكون خبير على مهارات محددة. طيب التدريب والتطوير، يتلقى الموظفون تدريبا طويل الأمد يساعدهم على تطوير خبراتهم القوية في الوظيفة الحالية وفي التطورات اللي ممكن تطرأ على الوظيفة في المستقبل. تعويضات والحوافز مرتفعة نسبيا، هذا خبير يا جماعة، وإذا أنا ما عطتهوش كويس، ما دفعتش له كويس، إيش حيساوي؟ كل الشغل اللي أنا اشتغلته معاه والتدريب، ومش حيغفر لي. فالتعويضات مهمة، حتى لو كان أنا مدرب وتعبان عليه، إذا كان ما دفعتش له كويس وما حفزتوش كويس، ما عطتهوش حزمة مزايا وظيفية كويسة، عند أقرب مطب حيقول لي السلام عليكم، ولا حينظر له الاستثمار اللي صار على المدى البعيد. إذن شفتوا كيف الممارسات في استراتيجية الخبير الملتزم تختلف عن مين؟ عن الجند المطيع وعن العامل أو العمال المساومون. تمام؟ مين عنده أي استفسار بخصوص هذه الاستراتيجية؟ أيوة، واضح دكتور، واضح. طيب ننتقل لآخر استراتيجية من الأربع استراتيجيات، الخبراء المساومون. الخبراء المساومون بالنسبة للتعيين والاستقطاب، ينصب التركيز الرئيسي المرتبط بهذه الاستراتيجية على توظيف الأشخاص الذين لديهم مهارات أساسية، ولكن ليس من المتوقع بالضرورة أن يظلوا مع المنظمة لفترة طويلة من الزمن. هذول الناس بجيبهم متخصصين خبراء، لكنهم بينجزوا الأعمال وبغادروني بعد فترة. ليش؟ لأنه تذكروا أنا نظرتي هنا نظرة خارجية، نظرة عمالية خارجية وليست داخلية. إذن خبراء مش يعني عمال عاديين، لكنهم مساومون، بمعنى بنجز عمل وباخذ الفلوس وبمشي، بشوف شغلة ثانية، يعني زي الاستشاريين المستشارين اللي بيجيبوهم على بعض الوظائف بخلص مهمته وبمشي. تصميم الوظائف، يتم تصميم العمل بحيث يتحمل الموظفون دكتور مثلا الخبراء المساومون لما يعني تاخذهم الشركة لفترة معينة، ما تخاف الشركة أن ممكن هذا الخبير يسرب الأعمال يعني السرية؟ لا، إذا كان بدي يعمل لي أعمال سرية وابتكارات وهيك، بجيبهوش على أساس خبير مساوم، بجيبه على أساس خبير ملتزم الاستراتيجية اللي قبلها. أيوة، بدفع له بمسكة. هذا اللي بده يطلع من عندي بشغله عوظيفة مش حساسة، لكنها تحتاج لمين؟ تحتاج لخبرة مش لموظف عادي. يعني الآن لو قلنا مثلا مركز تطوير، مركز ريادة تبع الرياديين اللي في عمان، هذا مثلا بده يقيم أحد المشروعات الضخمة اللي قامت فيها السلطنة لتعزيز ريادة الأعمال في خريجين الجامعات. هذا اللي بدي أجيبه عشان يقيم، تمام؟ ما بديش يجي هنا يضلوا قاعد عندي في ريادة، هذا جاي بس لمهمة واحدة، يقيم لي البرنامج تبع تطوير الخريجين من مناحي ريادية. شهر شهرين قد ما اتفق معاه
يخلص لي المهمة تبعته وباخذ قرشيناته وبعطيني تقاريري ومية المية وبقول لي سلام عليكم. تمام؟ هذا خبير مساوم. كويس؟ شفتوا أزمة السفينة اللي صارت في مصر لما سكرت القناة؟ ايوه الشركه اللي تعينت او الخبراء الشركه اللي اجوا صلحوا الموضوع وعدلوا مسار السفينه وهيك الهولنديه الشركه الهولنديه بناء على الخبير المساوم هذول اجوا ضبطوا الموضوع واخذوا فلوساتهم ومشوا. هل توظفوا في قناه السويس ضلوا قاعدين؟ لا، على قدر المهمه ومشوا. اذا هذول جايين على اساس خبراء مساومون. تفضل، مين بده يحكي يا جماعة؟ في حدا تو كان يحكي؟ زي الدكاترة دكتور، لما تستدعي دكتور مثلا يحاضر في جانب معين أو يشرح طريقة عمل آلة معينة ويروح، أنت فقط تدفع له عن فترة وجيزة. عندنا هذه احنا نسويها حتى في الوزارات، موجودين لما نستعين بعناصر خبرات يوقع عندهم عقد مثلا مدة سنة أو أنشطة رياضية معينة، فقط أنت قم بنشئ أو تدريب مجموعة من الموظفين وبعدين تروح. أنت تقدم بس فقط فترة وجيزة عندك عقد وبعدها انت تروح، خلاص انت نقلت، احنا زي اللي اخذنا منك المعلومة وخلاص، جزاك الله خير، هذا مبلغك وتوكل على الله. نقلت الخبرة، هذا احد الاسباب اللي بنقل من خلال الخبرة، او بعززوا صورة المؤسسة. لو نظرت انت للمستشفيات الخاصة في عمان هتلاقيهم مثلا بتتبعوا استراتيجية كثير من الاستراتيجيات. مثلا لو جيت على الممرضين ممكن يكون عندهم استراتيجية اللي هو اللويل سولجر، الجندي المطيع، مع الموظفين العمانيين مثلا. هذا أنا جايبه ممرض بدي إياه في أكثر من مكان يشتغل في التمريض. لكن لو جينا على أطباء ممكن الخبير الملتزم، هذا طبيب وخبير وهيك. لو جينا على بعض الأطباء الزائرين الاستشاريين اللي عندهم خبرة واسعة، هذا خبير مساوم، هذا بيجيني شهر في السنة بعمل 3-4 عمليات نوعية، بعمل له كم كشف على حالات مستعصية وبقول لي سلام عليكم، باخذ فلوساته وين وبرجع على بلده وهكذا. فعلا شيء كثير يعني، هذه الاستراتيجية بتطبق سمعة الشركة، يعزز سمعة المؤسسة، لأنك أنت لما تجيب الدكتور الفلاني خلاص يعرف قوة الشركة. زي هذا خبير الكسور اللي جينا احنا في بعض المؤسسات اللي هو الهندي، خلاص معروف ان هذا يجي الدكتور رام مثلا مع الفئه الفلانيه او المستشفى الفلاني، ايضا خبره مثلا الامراض النسائيه يجوك في بعض المستشفيات. نعم. معروف اللي تجيب هذه، بالتالي كسبت حتى قوه في السوق هذه المؤسسات. نعم. علي عبد الله تفضل. استاذ علي. نعم دكتور هل للخبراء المساومون فتره معينه او ممكن تحكم عليه هذا خبير مساوم؟ الخبير المساوم اذا فترته مستمره بعقد مفتوح زيه زي غيره بصيرش خبير مساوم، بصير خبير ملتزم. الخبير المساوم دائما عقده مقرون بزمن، يعني في زمن محدد، خلاص مهمات محدده نوعيه في زمن محدد، بخلصهم بسلم تقاريرهم بنجزهم بطلع مخرجات عمله بلاقيها تمام بعطيه فلوسه وتمام، سهل الله أمره. ويس؟ نحن الآن دكتور مثال، على سبيل المثال معنا نحن كوزارة الصحة في مستشار وفي خبير وفي ممرض، هذول كلهم من خارج البلد، يعني أقل موظف فيهم يكون عقد سنة، تحت أي استراتيجية يندمجوا هذول؟ والله إذا أنت جايب موظف في التمريض مثلا لكنك انت محتاج اليه وحيضلوا معك لفتره طويله وغيره، غير عن ما واحد جايبه خبير استراتيجي او خبير استشاري عفوا انك تشغله على حاجات نوعيه ويمشي. اللي انت جايبه معك عشان تستبقيه لفتره طويله بغض النظر هل هو مقيم او عماني، هل حيستمر معك لعشرين سنه ولا لخمس سنوات، هذه استراتيجية يا إما جندي مطيع يا إما خبير ملتزم. أما اللي بيجي على أساس ينجز مهام محددة في فترة زمنية محددة ويأخذ عليها مكافأته ويمشي، هذا يا إما عامل مساوم يا إما خبير مساوم. تمام؟ شكرا دكتور، واضح. طيب إذن من ناحية تصميم الوظائف، ها الآن بتكملوا الفراغات اللي عندكم،
الناحية تصميم الوظائف، يتم تصميم العمل بحيث يتحمل الموظفون مسؤولية واسعة في مجالات محددة. هذا الشخص اللي جايين عليه مسؤولية كبيرة، بس في إيش؟ مش في كل شيء، في مجال محدد، زي الاستشاري الطبيب اللي جايين يعمل له عملية نوعية، مسؤولية واسعة، مسؤولية ضخمة كبيرة، لكن في مجال إيه؟ نوعي محدد، وحرية كبيرة في تقرير كيفية القيام بعمله. هو اللي بيعرف أكثر مني في كيف يقوم بالعمل، ولا أنا إيش اللي خلاني أجيبه على هذا الأساس؟ الاستقطاب، يتم استقطاب الأشخاص لأن لديهم بالفعل المهارات والخبرة التي يحتاجونها لأداء وظائف محددة. جايبه أنا مش عشان أدربه وطوره، هو اللي حينقل الخبرة، هو اللي عنده المهارة الواسعة. طب المصاري الوظيفي لا توفر وظائف طويلة الأجل في المنظمة، يتم تجنب الالتزامات طويلة الأجل، ولا يتم بذل أي جهود لتشجيع الارتباطات القوية بين الموظفين والمنظمة. تمام؟ مش جايبه عشان يستمر معي. تقييم الأداء بركز على النتائج والمخرجات، خلص شغله، أعطاني اللي بدي إياه، مخرجاته زينة تمام، نتائجه سليمة، كل شيء تمام، بياخد فلوسه وبمشي. تدريب والتطوير نادر جدا أو منعدم، أنا بدربه، هو اللي جاييني عشان يعطيني الخبرة. تعويضات والحوافز، التعويض قصير الأجل لكنه إيه؟ مرتفع، يعني في شهر أو شهرين يمكن ياخد الراتب اللي بياخده طبيب عادي في سنة، ويكون الأجر مرتبط بالأداء الفردي مش الأداء الجماعي، ويتم تجنب الفوائد والتعويضات طويلة الأجل. هذا مش جايبه عشان يستمر، ولا عشان أعطيه فلوس لفترة طويلة، ولا عشان أعطيه نهاية خدمة ولا غيره، هذا جايبه عشان مقابل مبلغ كبير نسبياً في فترة قصيرة نسبياً بإنجاز عمل فردي مختلف، عمل أنا محتاجه كخبير فيه وليس كموظف عادي. تمام يا شباب؟ إذن هذه استراتيجيات، مثال طبعا 4 استراتيجيات في الموارد البشرية، هي مثال على استراتيجيات الأقسام الوظيفية أو الاستراتيجيات الوظيفية، وزي ما انتم شايفين مربوطة بشكل كبير إما بقيادة التكلفة أو بالتمايز، إما في قيادة التكلفة أو بالتمايز. تمام؟ بوقف الآن في هذا الجزء، واعطوني 5 دقائق وبعدين بنكمل جزئية بسيطة.